السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 25 من الدوري الأسباني بداية من يوم الجمعة الموافق 10/3 مارس 2023. متابعين الكرام، البداية عندنا مباراة قادش أمام ختافي. طبعا الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان كالعادة. لو عايز توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا من فضلك زود ساعة. لو عايز توقيت الامارات وعمان من فضلك زود ساعتين. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعه. ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل ساعتين. يوم الجمعه 10/3/2023 قادش هيلعب امام ختافي الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه، و9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. قناه كل المباراه قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العاديه والمعلق احمد عبده. يوم السبت 11/3/2023 ريال مدريد هتلعب امام اسبانيول الساعه 3 عصر نوم مساء بتوقيت مصر، الساعه 4 عصر نوم مساء بتوقيت مكه المكرمه، والساعة 2 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. بعد ذلك عندنا إليتش هتلعب أمام بلد الوليد الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر، 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. ثم سيلتا فيجو هتلعب أمام رايو فايكانو الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. في نهاية يوم السبت فالنسيا هتلعب أمام أوساسونا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. يوم الأحد الموافق 12/3/2023 مايوركا هتلعب أمام ريال سوسيداد الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر، الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 2 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. ثم إشبيلية هتلعب أمام ألميريا مباراة قوية ميعادها الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر، 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4:15 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية، لأن في أولى بريميوم وفي إكسترا 1. فهمت ليه بقول الأولى العادية؟ فياريال بعد كده هتلعب أمام ريال بيتيس الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. وفي نهاية يوم الأحد أتلتيك بلباو هتلعب أمام برشلونة مباراة قوية جدا، أقوى مباراة في هذه الجولة. المباراة ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والقناة الناقلة قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية، ومعاها قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم الأولى بريميوم، أيضا هتذيع مباراة برشلونة. ختام الجولة 25 يوم الاثنين الموافق 13/3/2023 جيرونا في مواجهة أتلتيكو مدريد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. وكان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.